جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل علي شيء إذا دعوت بهذه الدعوات الجامعة؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هذه أدعية طيبة مباركة، هذه أدعية يرجى من الله سبحانه وتعالى قبولها، وفيها نفع لك ونفع لوالديك ونفع للمسلمين. هي أدعية عامة جامعة، فهي أدعية طيبة، أدعية مباركة واردة في الكتاب والسنة، مشروعة فيها خير كثير، والحمد لله. نعم.